تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. تلاوتنا في هذه الحلقة من الآية 64 إلى الآية 69 من سورة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أتلو إن شاء الله التلاوة المنهجية، وبعدها إن شاء الله نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته لنقيمها له ونبدي ما عليها من ملاحظات إن وجدت، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد أجيبه إن شاء الله في حدود ما أعلم. معنا ميسان، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا ميسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. هذا إظهار، هذا إظهار. اسمعيني اسمعيني يا ميسان. أصلى نارا حانية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. بارك الله فيك يا ميسان. انتبهي إلى قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ في آخرها تنوين، وهذا التنوين بعده حرف الخاء، والحكم هنا إظهار لأن الخاء من حروف الإظهار، من حروف أخي هاك علما حازه غير خاسر، فهنا نظهر التنوين عند الخاء يومئذ خاشعة، ولا نطول الغنة، لا نقول يومئذ خاشعة. أيضا يومئذ ناعمة، ننتبه هنا عندنا إدغام بغنة، تنوين بعده حرف النون، والنون هو من حروف ينمو، من حروف الإدغام بغنة، ننتبه إلى الغنة الطويلة هنا. عبد السلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وخلت وأذنت لربها يا أيها الإنسان إن كاذب إلى ربك كدحا فتلاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا والقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي النون هنا بعدها همزة، الحكم إظهار. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف. لا لا، الثانية الآن. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي، من أوتي إظهار يا عبد السلام. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو. أوتي كتاب أم نعم. وأما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
يقلبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب انتبه لي لغنة الإخفاء فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بارك الله فيك بارك الله فيك يا عبد السلام انتبه للملاحظات التي نبهتك إليها نسأل الله أن يزيدك توفيقا عمر أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا عمر تفضل اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا لا تقلق للتاء وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا حسبك بارك الله فيك يا عمر قراءة جيدة نسأل الله أن يزيدك توفيقا رهف أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا برهف تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم ونقر السرور Thank you.
بارك الله فيك يا رهف، ما شاء الله قراءة جيدة، الله يحفظك ويبارك فيك. عبد الرحمن أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا صلها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. صلها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا صلها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الأولى أن تصلها، الأفضل أن تصلها فكلوه هنيئا مريئا، لكن لا بأس، إيتي بما بعدها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حسبك، بارك الله فيك يا عمر، قرأت علينا من أول سورة النساء، قراءتك جيدة، انتبه للملاحظات التي نبهتك إليها. آسف يا عبد الرحمن، أنا قلت عمر هو اتصل قبلك. فاطمة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. زيدي طول المد شوية يا فاطمة، هذا مد لازم يمد بمقدار 6 حركات. الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فذر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة،
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لا لا تقلقي للذال لنجعلها لكم تذكرة 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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أذن الذال عليها سكون أذن واعية حسبك بارك الله فيك يا فاطمة قراءتك جيدة الكلمات التي نبهتك إليها انتبهي إليها من حيث الأداء نسأل الله أن يحفظك وأن يزيدك توفيقا نكتفي بهذا القدر من الاتصالات أذكر الخلفة في بعض الكلمات في هذه الصفحة التي تلوناها أولا عندنا في الآية 64 قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا هذا حفص رحمه الله وهو أرحم الراحمين بضم الهاء وهو يقرأ ورش ويقرأ حفص رحمهما الله حتى تؤتوني موثقا من الله طبعا ورش يبدل الهمزة تؤتوني موثقا بالنسبة للدوري رحمه الله إذا وصل يصلها بيا تؤتوني موثقا أما إذا وقف فإنه يقف عليها من غيري إني أنا أخوك إني أنا بفتح الياء يقرأ نافع طبعا ويقرأ أبو عمر إني أنا أخوك قالون رحمه الله أو نافع بشكل عام المدني النافع وأبو جعفر يثبتان الألف ألف أنا لأن بعده همزة قطع مفتوحة فهما يثبتان الألف ونحن طبعا نتكلم عن قالون وورش تحديدا طبعا إذا وصلنا نثبت الألف وقالون على أصله في المد المنفصل وورش على أصله في المد المنفصل أما بقية القراء باستثناء المدنيين فإنهما لا يثبتان الألف وصلا لكن إذا وقفنا على هذا اللفظ ولا يكون الوقف عليه إلا اضطرارا أو اختبارا فإن كل القراء يثبت الألف بلا أي استثناء إني أنا هكذا يوقف عليها أما إذا وصلنا فهي كما ذكرت لكم المدنيان يثبتان الألف المدنيان طبعا نافع والإمام أبو جعفر رحمهما الله ورضي عنهما انتهى وقت الحلقة ألقاكم إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته